اليوم قلت لكم جاي عن شخص يا حبيبي صدق انا احبه طول عمره واستمتعت بالقعدة معاه واستمتعت بالديوان اللي اعطاني اياه ما حبيت للي يحبه يا حبيبي مساك الله بالخير اول شيء مبروك على الديوان الله يبارك فيك الله يسلمك مبروك على الهلال يا حبيبي من قلبك ترى ترى النصراوي يا حبيب قلبي اول شيء مشكور على الديوان شكرا سؤال لك ليش تاخرت الخطوه والله ما ادري كل ما يعني فكرة قديمة بس كل ما جيت يعني أجمعه حصل الظروف لكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل بس في قالوا ترى مو موجودة ليش في الموقع الإلكتروني في قصايد كثير ما قدرنا نحطها بتنزل بالموقع إيه إن شاء الله الموقع يعني خلال شهر إن شاء الله يكون شوف أنا ما أبي أبخص بحق البرواز ولا شبيه الريح ولا شيء بس عيونك آخر أمالي وقالوا ترى موجود. من أكثر الأشياء آخر أمالي موجود زين سؤال بس دام أحب قالوا ترى إيه؟ هذه متى انكتبت وهذه انكتبت وانا عمري 14 سنه ما شاء الله قبل سنتين والله صدق مشكور يا الغالي بجيك في برنامجك ضروري ضروري طبعا هذا الله يسلمك كان المفروض يصير قبل كم سنه اتفاق مسبق قديم 5 سنين و4 سنوات بس ان شاء الله جاي بعد كرمه الله يسلمك